في إطار المحاربة والتصدي لظاهرة جريمة عصابة الأحياء، على إثر نداء من المواطنين عبر الأرقام الخضراء مفاده وقوع شجار في الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء على مستوى أحد شوارع بلدية سيدي محمد، على إثرها مباشرة تدخلت عناصر المسرح للأمن الحضري الرابع مصطفى باشا لأمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد، حيث تمكنت من توقيف 12 شخصاً مشبوه في القضية تتراه عمارهم ما بين 20 إلى 32 سنة، بعضهم مسبوقين قضائياً ينحدرون من ولاية الجزائر. هذه العملية التي تمت تحت إشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليمياً مكنت من ضبط وحجز منبه بواخر سينيال، شماريح، أقضبة حديدية، حزام جلدي به قفل حديدي، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.